إلى هؤلاء الجالسين على الأرض يعطلون الناس، يخالفون شرع رب العالمين بمعصيتهم لولي الأمر الذي يمنعهم من ذلك، هؤلاء يتسببون في قتل الناس وفي أذاهم، وهم آثمون بفعلهم هذا لمخالفتهم ولي الأمر ولإيقاعهم الضرر بالخلق بما يفعلونه، ويتسببون في الأوساخ. انظر كيف يحلقون، انظر الشعر وراءك حلق ألف، ويحلقون في الأمواس والأوساخ في كل زاوية كما سنرى الآن في طريقنا. انظر إلى الشعر كيف يلقونه في كل زاوية. لا بد أن نتعجل قليلا، فإن الرجل يعني بالباص متأزم مسكين. كما ترون القاذورات في كل مكان، والناس لا يتقون الله عز وجل في فعله. وسنرى الأمام قليلا كيف توجد القاذورات في كل زاوية، لا يتقون الله عز وجل. الناس كالجراد المنتشر، سبحان الله، عجيج لهم أول وليس لهم آخر، عجيب كثرة وعددا، كلهم جاء يعلن خضوعه لرب العالمين، لكن ليتهم يتعلمون الأخلاق، ليتهم يتعلمون الأخلاق الإسلامية الصحيحة ويهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه وفي نظافته وطهارته وأدبه ورحمته، ليتهم كانوا كذلك. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ربما نمر على مسجد البيعة على يميننا الآن، الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيعة الرضوان أو بيعة العقبة، يسمى بيعة العقبة، ولا يزال هذا المسجد قد يعني بني عليه على موضع مسجدا، ولا تزال عليه آثار تزيد عمره على 1200 سنة. انظر كيف يلقون بالأوساخ هنا بالشعر في كل مكان، وستراهم الآن الأمام في صور أوضح كيف يلقون الأمواس على الأرض فيتسببون في أذى الخلق. هذه سلوكيات على المسلم أن يتركها ويتقي الله عز وجل في الخلق، فقد جاء حاجا طالبا رضا الله، فكيف يؤذي الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، في رواية صحيحة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فما بالنا وهؤلاء جميعا من المسلمين، كيف نؤذيهم؟ إن كان لا يجوز أذى غير المسلم بقوله صلى الله عليه وسلم الناس، فهو لفظ يشمل جميع الخلق، فكيف بالمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودمه وماله وعرضه معصومة؟ فلا بد من التنبه
لمثل هذه السلوكيات حتى نبتعد عنها ولا نقترفها. برضو بارك الله فيك يا بهاء. رميت الجمرات؟ أنا 500 لا والله من الرباع تعش يفتح هذا واتكلم شوية. السلام عليكم. تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. حج مبرور وذنب مغفور. ورمي جمرات وتقبل ان شاء الله. شرف. يا ابو الدهب. نعم. ازيك يا ابو الدهب؟ وحشتك. قوي. انا رايح. موجد؟ نعتبره من الشهداء المتكهن. هذا من هذا؟ من؟ مصطفى وزوجته. مصطفى زوج المغربي اللي من آخن. مصطفى ابو اي نعم ابو صفيحة. ما عنده هاتف؟ عنده بس ما فيش رسالة. في رسالة ابو صفيحة. ابو صفيحة. ابو صفيحة.